بل أفضل البشر هم الأنبياء والرسل، أعطاهم الله عز وجل هذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله. كيف تدعو إلى الله في هذا الزمن؟ الأمر سهل يسير. كان الناس في السابق إذا أرادوا أن يبلغوا رجلا في قرية بعيدة أو في بلد آخر احتاجوا إلى السفر، إلى الوقت، إلى المال، إلى الجهد. أما اليوم الأمر لا يعدو جهده فقط كبسة زر، ضغطة زر تدخل إلى مواقع تبدأ تنشر الدعوة إلى الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. قد تكون لا تملك شيئا من العلم، نعم لا تدعو إلا بعلم، لكن أحيانا ما عندي أنا علم كثير، مجرد نقلك للصحاح وللثقات تنقل مواقعهم، تنقل مقالاتهم، تنقل دروسهم ومواعظهم إلى أناس ربما غفلوا عنها، ربما احتاجوا من يبلغهم دين الله عز وجل. والله ما في أفضل من الدعوة إلى الله، كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.